حوار مع الجن. ترجمات أدبية. وحين يذكر الجن نطرق باب العلم فيؤكد لنا أن هناك جسيم أولي يسمى النيترينو النيوترينو كتلة صغيرة أصغر كثيرا من كتلة الإلكترون وليست له شحنة كهربائية. وقد استغرق العلماء وقتا طويلا حتى استطاعوا اكتشاف النيوترينو بأصنافه الثلاثة، كما أن الاكتشافات تمت على مراحل بدأت في الستينات وانتهت أواخر العام 2000. تشير التقديرات إلى أن حوالي 50 تريليون نيوترينو شمسي تخترق الجسم البشري كل ثانية، حيث تنتج النيوترونات بأعداد كبيرة خلال تفاعلات الاندماج والتفاعلات النووية الجارية في الشمس. وحوار مع الجن للشاعر المجري جولا بوهاس أو جولا يوهاس، ترجمها عن المجرية عامر كامل السامرائي، يقول فيها: نائم أنت لكنك حاضر، أعرف ذلك، أعرفه جيدا. نائم أنت، نائم أنت، نائم أنت لكنك حاضر، أعرف ذلك، أعرفه جيدا. أنت الذي تشخصنت من نشوتي في فجر أربعاء، إن رمادي ورحت تضرم النار، ورحت تضرم النار في فكري الحزين، ففزعت واجما حين رأيتك، وناديت أمي منتحبا، ففزعت واجما حين رأيتك، وناديت أمي منتعبة: نائم أنت
لكنك حاضر تنتظرني في الخمر، وحينما أنكفئ في التراب وأصرخ ضاع كل شيء، ضاع كل شيء، تظهر أنت في العتمة لامعة لتكتب على ناصيتي، لتكتب على ناصيتي العريضة المشوشة اسمك بالأحمر، نائم أنت لكنك حاضر، تستيقظ في صمت الليل وتقف عند رأسي لتضغط بيديك على قلبي. أعرفك جيدا أيها الحرفي، وها أنا أتبعك لأقف معك على قطرة الجنون، وها أنا أتبعك، وها أنا أتبعك لأقف معك على قنطرة الجنون الهادي الهادئ الحزين، نائم أنت لكنك حاضر، تستيقظ أحيانا لتنقر الوقت بهدوء، على إيقاع قصائد محمومة، قد يحدث مرة في لحظة مرعبة أن تضرب على جبهتي بساطور كليل فتطفئ عيني اللامعة. نبدأ عن الشاعر. ولد الشاعر جولا جوهاس في مدينة سكت جنوب دولة المجر في 4 من أبريل عام 83 و800 والألف، ومات منتحرا في 6 من أبريل عام 73 و900 والألف. كان من أبرز شعراء المجر وأكثرهم شهرة في تلك الحقبة. في تلك الحقبة فقد عبرت قصائده الغنائية عن واقع حياة الهنغاريين. لم تكن حياته سعيدة، لم تكن حياته سعيدة أبدا، فقد عاش وحيدا. لم تكن حياته سعيدة أبدا فقد عاش وحيدا منعزلا ولم يستطع التخلص من عزلته.
فتحولت إلى مرض مزمن ومأساوي ترك مزاجه المتشائم بصمات على قصائده من منذ البداية. فبات الحزن والاستسلام هو النغمة الأساسية فيها. كان أسلوبه الشعري أقل تأثرا من رمزية. كان عكس ما كان شائعا في مطلع القرن العشرين، فلم يتأثر بأي من الشعراء المبدعين العظماء في تلك الفترة. كانت لغته الشعرية أكثر واقعية وأكثر قابلية للفهم. عادة ما تكون قصائده قصيرة ومغلقة التكوين. لقد كان من أكثر الشعراء تأثرا بالانطباعية، فقد كان يؤمن بعمق بالجمال والفن اللذين كان يعنيان له جنة عدن حاز على جائزة بونغارتن، صدرت له عدة دواوين شعرية ومقالات وعدد من المؤلفات التي تعني بالأدب. تلاوة وعزف نجيب بن شريفة. إلى اللقاء.